السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. عرفنا خبر اليوم إن أميرة الناصر عملت حادثة، إن طلعت عليها عربية فجأة وهي سايقة واصطدمت بيها وهي كانت فاتحة بث مباشر، وزوجها طلع في بث مباشر وقال إن أميرة عملت حادثة وهي سايقة، وقعد يقول إن هي كويسة، وبعدين قال إن هي في العناية المركزة. من فترة برضك قالوا إن هي عملت حادثة، وكان الموضوع ترند وما كانش فيه أي حاجة خالص، علشان بس ترند فرقع مع الجميع. فإحنا دلوقتي مش عارفين هل حقيقي فعلا عملت حادثة ودخلت العناية المركزة زي ما زوجها بيقول، ولا بيعمل كده علشان يفرقع ترند وخلاص. اللي يعرف معلومة يقولها.